Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we'll talk about the basic concepts of the internet. The internet network is of a set of connected networks with each other, and network is made up of a group of computers. ولكن الانترنت شبكة مكونة من مجموعة شبكات مترابطة مع بعضها وكل شبكة من دول فيها مجموعة من الأجهزة أجهزة الكمبيوتر. طيب Internet Connection Requirements متطلبات الاتصال بالإنترنت، أنا محتاج إيه عشان أبقى متصل بالإنترنت؟ ثلاث حاجات مهمين. أول حاجة PC Personal Computer، Internet Services Provider خلاص مزود خدمة الإنترنت، ده عبارة عن شركة تقدم الخدمة لينا. أوكي ثالث حاجة Internet Browser، زي ايه؟ زي جوجل كروم، انترنت اكسبلورر، وفايرفوكس، وفي كتير طبعا. طيب البروتوكول، computers need the connection rules to connect to each other through the internet. The protocols send and receive data over the internet. بقول لك ان البروتوكول ده قواعد الاتصال بين اجهزة الكمبيوتر، يقوم بارسال واستقبال البيانات عبر الانترنت. Website, a web page or more connected with each under specific name. A website whose address on the internet is called URL. يقول لك ان موقع الويب عبارة عن صفحة ويب او اكثر من صفحة مترابطة مع بعضها تحت اسم معين وله عنوان على شبكة الانترنت اللي هو URL ويسمى بعنوان الموقع. طيب الهايبرلينك is an image or linked text file when pressed on it is going to this address. Could be within the same page or another page within the same location or another. طيب بيقول لك الارتباط او الهايبر لينك عبارة عن صورة او نص مرتبط بعنوان معين وعند الضغط عليه يتم الانتقال الى هذا العنوان. تمام؟ يمكن ان يكون داخل نفس الصفحة او صفحة اخرى او موقع اخر. طيب نتكلم عن الداونلود والابلود، عمليتين عكس بعض. Download is a process to move or copy files through the internet only to your computer. يعني انا باخد حاجة من الانترنت بنزلها على الكمبيوتر بتاعي. طيب upload، transfer a file from your computer to one of the central computers on the internet. طيب بيقول لك هو عملية نقل ملف من جهاز الكمبيوتر الخاص بيه تمام الى احد اجهزة الكمبيوتر المركزية على الانترنت عكس اللي فوق. طيب some internet services، في هنا هنتكلم عن بعض خدمات الانترنت، هنتكلم عن اتنين. اول واحدة هنتكلم عن search service online تمام، help users reach a site address that contain the information they need such as جوجل. طبعا كلنا عارفين جوجل. يقول لك ان ايه خدمة البحث عبر الانترنت بتساعد المستخدمين في الوصول الى عناوين الموقع التي تحتوي المعلومات التي يحتاجونها زي جوجل تمام. طيب تاني حاجة ويب سيرفيس اللي هو www اكيد عارفينها. طيب يقول لك ايه World Wide Web is a way to access information. طيب هي بيقول لك هي الوسيلة للوصول الى المعلومات تمام. شكرا خالص، السلام عليكم ورحمة الله.